عليكم السلام، ايه دكتورة؟ أهلا بيكم آني، إن شاء الله رمضان كريم ويتقبل الطاعات منكم يا رب. نعم دكتورة جروسي، تمام آني. الصورة يمكم عيني واضحة، الصوت هي واضح دكتورة. تمام عيني. نبدي إن شاء الله، لو أنطي دقيقتين بعد. بعد دكتورة خاف بعد ما داخلين. خلصتوا أنتوا عيني من الهيستولوجي؟ لو ما أخذتوا بعدكم أي دكتورة خلصت المحاضرة. ماشي عيني. طلاب عيني، إن شاء الله راح نبدي المحاضرة اليوم. محاضرتنا هي أكيد أخذتوا بالنظري المصطلحات التشريحية، ويعني تعريف عن التشريح وشنو معنى التشريح إلى آخره. إحنا بدرس العملي هو راح يكون تقريبا مشابه علما للنظري، لكن بعض الاختلافات إنه إحنا بجانب العملي راح نركز على إن شاء الله الصور، مقاطع مثلا أشوفكم إلى آخره، بس ما راح تقدرون تفهمون طلاب إذا ما ترجعون إلى النظري. فالنظري جدا يعني هو أساس علما للعملي اللي إحنا راح نشرحه إن شاء الله. زين، راح أبدي ننطي فد فكرة مبسطة عن الجنرال انترودكشن تو ذا اناتومي. قبل ما ابدي، اني حتى ادرس اي علم ادرسه مضبوط لازم اعرف هو شنو هو او معناته. فمن اقول اناتومي، واتس اناتومي؟ اناتومي is the study of the structure of the body and the relationship of the constituent part to each other. هي الدراسة اللي متعلقة ب التركيب الجسمي، زائدا علاقة هذه التراكيب مع محيط ما موجود بالجسم والعلاقة بكل بارت مع الآخر. يعني شنو معناته؟ عين أنا مثلا دا أجي أوصف المعدة، مثلا أسأل أقول المعدة وين صايرة، راح تقولوا لي أنتو في الجهة اليسرى من التجويف البطني. باع العلاقة الجهة والمقطع الآخر اللي قلته علاقة التجويف البطني. إذا أنا حددت مكان وعلاقة مع ستراكشر آخر أو بارت آخر من البدي. أو أقول مثلا الكبد يتكون من كم فص، نقول مثلا من 3 أو 2 أو 4. زين، هذا الوصف تشريحي. شلون عرفت تشريحيا؟ يعني جيت قصيت الأبدومن عيانيا شفته، لكن أقول مثلا أوصف لي نسيجيا، أوصف لي مثلا موقع، هذا هو التشريح. الأناتومي هو وصف لما موجود من علاقة أجزاء مع أجزاء أخرى. All descriptions of the human body is based on what it's called anatomical position. مثل ما ذكرت لكم، إذا هو ال position. أني دا أقول وصف لي مكان، وصف لي structure إلى آخره. مثلا دا أقول ال person is standing، أني وصفت شنو؟ ال position مالته. أو upper limbs is by the side of my face،
أنا وصفتها هي بعيدة عن وجهي، وهكذا. The various parts of the body are then described in relation to, to certain immigration planes. الآن أنا راح أبدي أوصف البارت اوف ذا بودي وعلاقته بالمحيط الجسمي اعتمادا على وجود اسطح اني اقسم به الجسم. مثلا قلت ايدي الطرف الاعلى اللي هو عبارة عن شنو؟ ساعد عضد وكف ايد. من أجي أوصفه أقول هو قريب من جسمي، ما أقول بهذا الوصف التشريحي، ما أقول قريب أو أقول بعيد عن جسمي، لا، أكو أوصاف توصف تشريحيا. أقول my forearm is medially to my body or my forearm is distally، يعني بعيدة، distally to my body. شلون قلت ميديان اند ديستال؟ اعتمادا على شنو؟ على تقسيمات. انا قسمت الجسم بخطوط، هاي الخطوط تدعى بالبلينز. اول خط يدعى بالميديان اور ذا ساجيتال بلين. It's a vertical plane passing through the center of the body, dividing it to equal right and left halves. بس هذا هو الشكل، هذا هو الساجيتال. تشوفون طلاب هذا السنتر مالت البدي، سنتر اوف ذا بدي. الساجيتال قسم الجسم الى يمين ويسار، يمين ويسار. هذا الخط اللي هو الميديان بلان، ميديان بلان. من اجي اوصف بعد او قرب العضو او قرب الليمب إلى آخره اعتمادا على قربه وبعده على الميديان بلين. مثلا هسه هذه هي الطرف العلوي، أقول my forelimb حاليا ده تشوفوه هو قريب من الميديان بلين. أقول my forelimb is medially. ليش؟ لأنه قريب من الساجيتال بلان. في حال بعدتها للذراع، الذراع مالتي بعدته، فأقول my forearm is laterally to my body. ليش؟ لأنه بعد عن الميديان لاين or the median or sagittal plane. إذا وصفت medial lateral، medial lateral. هذا هو الوصف الأول. البلان الثاني يدعى الباراميديان بلان. هذا طلاب يقسم الجسم إلى ربع، مو نص، إلى ربع. Situated to one or to the other side of the median sagittal plan and parallel to it. يعني يكون موازي إليه. من يقسم موازي للميديان. يعني بمعنى أنه يقسم الجسم إلى ربع. ربع آخر. الكورونال بلان المحيطي. It's a vertical plan at right angle to the median plan. هذا هو شكل الكورونال. يكون يخلق لي زاوية قائمة ويا الميديال. زاوية قائمة. لكن هنا ايش راح يقسم لي طلاب الجسم؟ راح يقسم لي يا إلى أمامي وخلفي، أمامي وخلفي. أني بالتشريحية ما أقول أمامي ولا أقول خلفي، أقول anterior هذا اللي هو الأمامي، posterior اللي هو خلفي. إذن الكورونال راح يقسم لي أمامي وخلفي. الأمامي يدعى anterior والخارج الخلفي posterior. عندي مقطع آخر اللي هو الترانسفيرس، ترانسفيرس بلان.
هذا الترانسفيرس أيضا يكون عمودي على الكورونا والساجيتال، لكن يقسم لي الجسم بالعرض، يقسم لي إياه بالعرض أعلى وأسفل، أعلى وأسفل، هو الترانسفيرس، من اسمه ترانسفيرس عرضي، ترانسفيرس أو هوريزنتال. زين، structure was situated، هاي شرحت لكم اياها طلاب، قلت لكم near the median plan of the body called medial، but the structure which lies further away from the median plan called lateral، lateral، lateral to the other. The term anterior or posterior قلنا are used to indicate the front and back of the body، يعني من أقول أوصف جسمي ما أقول جسمي من أمام، لا أقول anterior of my body، posterior my body الخلف، أجي أوصف الإيد الكف مالت الإيد أقول راحة اليد بالبالمر، بس خلف الظهر مالت الإيد نقول عليها الدورسال. القدم مالتي من أوصف بطن القدم أقول بلانتر، لكن إحنا نقول وجه القدم نسميه بالدورسال سيرفس، use in place of the lower والأبر سيرفس، ما نقول أبر ولور. هذا بالنسبة لي الوصف التشريحي للمظاهر اللي هي الخارجية أو الداخلية. زين، عندي بعض مصطلحات اللي هي proximal distal. شنو هاي الوصف البروكسيمال ديستال؟ يقيس لي البعد طلاب، البعد من الروت اوف ذا لمف. شنو معنى الروت؟ احنا الروت بالعاميه نقول المنبع او المنشأ، هذا هو الروت. مثل هذه الفورم ارم، وين المفصل مالتها؟ بالكتف. اذا الروت هنا، من اجي اوصف الهاند، الهاند بالنسبة للروت or the form arm اقول my hand is distal، بعيدة، يعني بعيدة distal to the form arm، but my ulnar or تيبيا، هاي العظمين اللي موجودة بال، احنا شو نقول عليها بالعامية طلاب؟ يعني مرات ترى الترجمة الحرفية ما تجي بصورة صحيحة عندي. الساعد، هذا الساعد وهذا العضد، هذا الساعد. الفورم الساعد مالتي يكون proximal to my forearm، يعني أقرب إلى الفورم arm، إلى الروت of my فورم ارم. مثلا اجي هنا عندي اللور ليمب، اللور ليمب، ماي فوت از ديستال، شوفوا بالنسبه لي المنبت الروت، ماي فوت از ديستال تو لور ليمب، واير ذا فيمر اللي هو الفخذ از بروكسيمال تو ذا لور ليمب. هذه واضح طلاب لهنا؟ اه طلاب واضح، عيني واضح تمام. قلت لكم اذا اوصف الجسم anterior اماميا، posterior خلفيا، او اقول ventral dorsal، ventral بطني، dorsal ظهري، distal بعيد، بروكسيمال قريب، هذا فقط طلاب بالنسبة لللمس، هذا بالنسبة لللمس. ماشي عيني طلاب؟ قلنا هنا العضو مدى بعده من الميديان لاين، إذا كان قريب فأطلق عليه بالميديال، إذا كان بعيد عن الميديان لاين أطلق عليه باللاترال. زين، سؤال، الكيدني ميديال لو لاترال؟
يا طلاب. تقدر تعيد السؤال؟ الكيدني بالنسبة لي يعني البادي، العفو، الابدومينال كافيتي، هل هي ميديال أو لاترال؟ لاترال. لاترال. عافية. ليش؟ نعم دكتورة، ليش؟ دكتورة هي صايرة بمستوى الظهر تقريبا. مو بس مستوى الظهر، لأن قلنا هي بعيدة عن الميديال لاين، نعم دكتورة معينة. نحو الخارج، خارج عن الميديال لاين، مو قريبة على الميديال، فنقول عليها هي لاترالي. زين، نعم دكتورة. تمام، شكرا. هذه بالنسبة للبعد، طلاب قلنا بالنسبة للبعد وللقرب من الكافيتي. زين، عندي مصطلح آخر اللي هو سوبرفيشال والديب. السوبرفيشال شنو طلاب والديب؟ هذا يقيس لي أو يحدد لي علاقة أي ستراكتشر يكون قربة من السيرفس اوف ذا بادي. كل ما يكون قريب من السيرفس، يعني السطح اللي هو وين وصلنا للجلد، كل ما يكون قريب عن السطح أقول عليه سوبرفيشال، لكن كل ما يكون بعيد عن سطح الجسم يعني نحو الداخل أطلق عليه بالديب. إذن الطبقات، العضلات مثلا، هل هي سوبرفيشال لو ديب بالنسبة للستركتشر اوف ذا بادي، سيرفيس اوف ذا بادي؟ ها عيني. ديب العضلات سوبرفيشال لو ديب بالنسبة للسطح of the دكتور body؟ سوبرفيشال ها عيني، سوبرفيشال superficial. العضلات للسكن superficial، لا ديب دكتور، لأن هي بداخلها ديب دكتور. ديب ديب داخلها، لكن اكو بعدين هسه اشرح لكم اياها، ما تكون اقرب الى السطح تدعى بالسوبرفيشال. عندي مصطلح اخر اللي هو الانترنال اند اكسترنال. هذه شيء قيس لي طلاب، الانترنال والاكسترنال. Describe the relative distance of the structure from the center of the an organ or the cavity. يقيس لي البعد ما بين اي تركيب بعده عن السنتر، بعده عن السنتر من العضو او الكافيتي. مثلا نقول الانترنال، انترنال كاروتيد ارتري. ليش قلت انترنال؟ لانه يكون في داخل الكرانيال كافيتي، فاقول عليه انترنال، ما اقول مصطلح اخر اللي هو مثلا الداخل، اقول عليه انترنال. لكن اذا كان هذا الكاروتيد ارتري خارج الكرانيال كافيتي فأقول عليه external، external carotid artery. ليش؟ لأنه لقيته خارج الكاروتيد artery. مثلا بالمركز مالت شلون احنا نقول الكدني، خلي اخذ لكم مثلا بالمركز، هذا الكدني هو organ، في مركزها اكو الرينال ارتري، فاقول اذا دخل في مركز الكدني اقول هذا الانترنال رينال ارتري. ليش؟ لانه دخلت في سنتر العضو. لكن اذا كان هذا الارتري خارج السنتر ما اقول اتس اوت، نو، اقول اتس اكسترنال رينال ارتري، لان ما دخل بالسنتر اوف ذا الأورجن. واضح هذا طلاب؟ لو أعيده. لا دكتورة واضح. تمام. عندي الترم الآخر اللي هو سوباين، اللي هسه أكيد نصكم سوباين طلاب. lying on the back، إيش كم واحد lying on the back؟ إيش كم واحد هسه سوباين؟ أني
زين هذا وعليه supine supine position. But البرون بوزيشن اللي هو نايم احنا نقول على وجهه. زين lying face downward. تمام عيني؟ لحد الآن هذا واضح، بس أتمنى ما تكونون in the sleep position. لا دكتورة مهمينة بالنظري، فيعني عندنا معلومات عليه. إن شاء الله إن شاء الله. أنتوا قاعدين بس البقية شلون طلاب؟ أدري رمضان بس ما دا أحس أحد قاعد ويايا، بس اثنين ثلاثة. لا دكتورة قاعدين، لا دكتورة إن شاء الله موجودين موجودين. يلا خير إن شاء الله. زين هسه عندي حركات طلاب هي مرتبطة بالموفمنت اوف ذا جوينتس، يعني حركات المفاصل. طبعا تعريف الجوينت هو السايت وير تو اور مور بونز كام توجذر. عندي حركات بالمفاصل، عندنا الفلكشن. شنو معنى الفلكشن؟ movement that take place in a sagittal plan. sagittal plan flexion or for example a flexion of the elbow joint. شنو معنى sagittal؟ هسه نجي هذا الشكل بعض طلاب. الفلكشن معناها اني قبضت نحو الساجيتال. وين وصلت الساجيتال؟ يعني نحو الميديان، ميديان بلان، قربت نحو الجسم، هذا هو الفلكشن. الاكستنشن لا، يكون كورونال، يعني بعدته نحو الكورونال بلين او بسطت ايدي، فهذا يدعى بالاكستنشن. ده تشوفون الفلكشن، الفلكشن نحو الساجيتال، ولكن الاكستنشن هو لا، بعكس الكورونال. هذا هو الفلكشن اند الاكستنشن. عندي مصطلح آخر اللي هو الأب بالبي طلاب، abduction، إنه أبعد الفور limb or the lower limb عن مستوى أو محيط الجسم. معناها شنو؟ laterally، وديته بعيد، abduction. لكن الادكشن جبت الذراع نحو محيط الجسم، يعني صار ميديالي، قريب ميديالي. شوفوا طلاب المصطلحات، ميديالي جبته نحو الميديال. روتيشن، الروتيشن دائما الروتيشن يكون حركة الدوران ضمن محيط الأجزز. الأجزز يعني احنا شو نسميها؟ المحور، الأجزز. نعم المحورية، تكون ضمن المحور، مثل الراس، الروتيشن اوف ذا هيد يكون ضمن المحور. لكن انا هنا مثلا سويت lateral روتيشن، محوري يكون خارجيا، يعني فريت اللور ليمب خارج، يعني فريت رجلي كلها نحو الخارج اسميه باللاترال روتيشن. فريت نحو الداخل، محوري ميديال روتيشن. هذا بالنسبة لحركة المفاصل ضمن موقعها. عندي anatomical some basics anatomical structures. أهم structures عندنا بالجسم حتى أقيس آني البعد، بعد العضو، بعد الستركتشر من محيط الجسم. أهم structure موجود اللي هو السكن. أني من أقول العضو superficial، العضو شو قصته superficial؟ اعتمادا على قربه من السطح اللي هو السكن. قلت لا هذا deep، ليش؟ بعده عن المحيط اللي موجود، اللي يحيط بالجسم اللي هو السكن. إذا أنا قلت deep لأن هو بعيد عن السكن. السكن بصورة عامة يتقسم إلى طبقتين، اللي هي الإبيديرم تكون superficial سطحية، والديرمس اللي هو يكون deep. أكو مصطلح آخر يدعى بالفيشيا. فيشيا طلاب هاي شو تكون؟ تكون عبارة عن connective tissue تربط ما بين
الجلد والأندرلاينج اللي هي المسلز والبون، هاي يسموها بالفيشيا. مرات طلاب إذا ملاحظين من واحد يأكل لحم أو دجاج تشوفون فد فوق العضلات، يعني هي فوق اللحمة إحنا بصورة عامة ولو صايمين خطية، أكو فد غلاف جدا بسيط ويكون مو شلون احنا نسميه، مو جلاتيني لكن يكون غشاء مثل الغشاء، هاي هي الفيشيا، لان ربطت لما بين السكن والاندرلاينج اللي هي المسلز اند بون. الفيشيا تكون ايضا سوبرفيشال اللي تكون قريبة على الجلد، واللي هي قريبة على المسلز تدعى بالديب سوبرفيشيا. من المركبات الأخرى اللي هي anatomical important اللي هي joints. الجوينتس we can classify it to two types according to يا أما الماتيريال اللي موجودة بين البونز، أو اعتمادا على الموفمنت. يعني الجوينت أقسمه إلى قسمين اعتمادا على الحركة مالتها أو تركيبة العظام، أو أقسمها اعتمادا على وجود أو نوعية المادة الموجودة بين العظمين. فأقدر أقول fibrous joint معناها المادة الموجودة بين العظمين من النوع الفايبرس، أو أقول الكارتليج joint. ليش؟ لأنه العظام اثنيناتها تكون covered بالكارتليج، فتدعى بالكارتليج جوينت. أو أقول synovial joint معناها موجود سائل ما بين العظمتين اللي هي مكونة الجوينت. synovial شنو معناها؟ ها طلاب شنو معنى synovial joint؟ ساينوفيا الطلاب دكتورة معناها ال joint cavities cavities عيني ال joint cavities لا، هو احنا قلنا اني اقسمها اعتمادا على وجود المادة. الساينوفيال شنو هاي المادة، شو يسموها؟ السائل اللي يكون موجود ما يعني ما بين التقاء العظمين. اي تمام صحيح. اذا ساينوفيال او يسموها المادة البينية او الخلالية. نعم دكتور. زين هذا هو الساينوفيال جوينت. زين، او قلنا نقسمها اعتمادا على الارانجمنت اوف ذا ارتكيولار سيرفيس اند ذا تايب اوف ذا موفمنت. زين نيجي هسه نقسمها اعتمادا على شكل السطوح المتمفصلة فيما بينها. أول مفصل عندنا يسموه بالبلان جوينت. بلان يعني متسطح، ده تشوفون هاي عظمة وهاي عظمة. السطح المفصلي اللي بيناتهم هو عبارة عن سطح أملس، سطح أملس يدعى بالبلان. This the opposite articular surface are flat or almost flat، يعني اثنيناتهم يكونون flat. And this permit the bone to slide upon the another، تكون الحركة هنا مثل السلايد، تزحلق تزحلقية، مثل الاسترنو كلافيكولار جوينت، العظم القص الترقوي. أنا هنا ما خلت لكم صورة العظم القص الترقوي، خلت لكم صورة الفيرتبرا اللي هي الفقرة. تشوفون السطح هذا هنا شون أملس، هذا بيناتهم هو الكارتليج، ولكن السطح الآخر هو أملس، السطوح ملساء، فتصير الحركة كأنه سلايد upon each other. هذا يسموه بال plan joint. plan joint عندي الجوينت الآخر اللي يدعى بالهنج جوينت، معناها المتعلق، المفصل المتعلق. This joint resembling a hang on a door. شنو معناه a hang on a door؟
شلون طلاب المقبض مالت الباب من تفك وتسد، هذه الحركة الهانجينج يسموها، ده تفتح وتسد الباب من المقبض مالتها. نفس الشيء هذا يكون حركة هذا المفصل يسمح لي بالفلكشن والاكستنشن موفمنت ار بوسيبل. مثل منو عندي الالبو اللي هو احنا نسميه الالبو جوينت، اللي نسميه بالعامية العكس، والني اللي هي الركبة. تشوفون طلاب هذا هو شكلها، شلون مقبض الباب، هذا مقبض الباب، واللي احنا نقول عليها بالعامية اللسان مالت الباب يدخل بهذا المكان. هذا هنا أنا عندي الالبو جوينت، تشوفون الهيوميراس اللي هو عظم العضد والساعد، هاي الراديوس والالنر، هنا أنا المفصل شون داخل كأنه مقبض مالت الباب تفك وتسد. فقط عندي الفلكشن والاكستنشن موفمنت، فلكشن اكستنشن موفمنت اللي هي اب اند داون. هذا بالنسبة للهانج جوينت. الركبة أيضا مالتكم فلكشن اكستنشن، فلكشن اند اكستنشن اللي هي الني جوينت. الكوندايلويد اللي هي اللقمية، كوندايلويد اللي هي اللقمية، التمفصل بين العظمين. واحد من العظام يكون كون ذكس يعني محدد، والسطح الآخر هو كونكيف، السطح الآخر كونكيف اللي هو محدب، العفو مقعر، كونكيف. The movement, flexion و extension, abduction و adduction are possible. هاي تنتبهون عليها طلاب. الهانج جوينت قلنا فليكشن واكستنشن اونلي، الكوندايل لا، عندي فليكشن اكستنشن ابدكشن ادكشن ار بوسيبل توجذر وذ سمول اماونت اوف روتيشن، جدا قليل من الروتيشن. مثل منو الميتاكاربال فالنجيال جوينت، الاصابع مالتنا. ده تشوفون عيني طلاب هاي الأصابع، هذا هو الميتاكاربال فالنجيال. طلاب عيني أكو سؤال؟ طلاب عندكم سؤال شي لحد الآن؟ دكتورة؟ نعم دكتورة، نعم. أصابع اليدين يصيرون flexion و extension لو adduction و abduction. flexion و extension و abduction و adduction، يعني أصبعك هسه أربعة أربعة و and slight rotation، يعني الفرة مالت الأصبع مو بالحركة أو حرية الحركة. نعم small amount، يعني جدا ما نقدر احنا نفر اصبعنا بالقدر اللي نقدر نفر بها مناطق اخرى هسه نجي نحكيها. فاذا abduction adduction flexion extension و small amount of rotation. تشوفون عيني هذا هو السطح المحدد والسطح المقعر، طبعا هو يشبه تقريبا البول اند سوكلت، يشبه تقريبا البول اند سوكلت. نيجي هسه نشرح على البول اند سوكلت، بس هنا اكو فرق. البول اند سوكلت هنا عندنا واحد من العظام الهيد مالته شيب هيد اوف وان بون فيت انتو ا سوكلت which is concave. هنا الواحد من العظام براس على شكل كرة يدخل أو يتمفصل مع عظم آخر يكون شكله محدب، لكن يكون مثل الجورب، يعني يتعاشق ويا تعاشق كامل. ده تشوفون عيني هذا هو الهب، الفخذ مالتنا.
راح يدخل بمفصل الحوض، مفصل الحوض هذا يكون شكله شكل الجورب. هنا الحركة ايش راح تكون؟ including flexion, extension, abduction, adduction with medial rotation, medial rotation and lateral rotation, lateral rotation with circumduction, circumduction. شنو معنى؟ يعني الفرة مالتكم هي تكون بعيدة نحو الداخل أو إلى الخارج. هنا هذا هو الهيب جوينت، تشوفون الهيب جوينت طلاب، هذا هو عظم الفخذ، العظم مالته برأس مع متعاشق مع عظم الحوض اللي يكون على شكل جورب. تشوفون إلى هنا هو التمفصل واصل. عندي هنا مفصل الكتف أيضا الهيومرس، رأسه يكون بول، والكتف اللي هي السكابيولا يكون على شكل سوكلت يدخل بيها. مثل شلون أوصف لكم إياها؟ قفل ومفتاح. السدل جوينت، السدل جوينت شنو معناته السدل؟ هنا أنا طلاب عندي عظم، هذا هنا أنا هو عظم يكون كونكيف اند كونفكس، يعني محدب مقعر. ده تشوفون عيني هذا محدب وهنا أنا مقعر. وين يقعد هذا العظم؟ يقعد على عظمة أخرى تشبه ظهر الحصان. يعني شلون شخص ده يقعد على ظهر الحصان، ده تشوفوه محدب مقعر لكن يقعد على ظهر الحصان، يدعى بالسادل جوينت، هذا هو السادل جوينت. الحركة هنا ايش عندنا؟ فليكشن اكستنشن ابدكشن ادكشن اند روتيشن. هنا الروتيشن تام مثل الثمب، الابهام مالتكم اذا تفروه كل الجهات حرية حركة الفر، مو مثل الإصبع محدد الفر مالته محدد. الثمب منو عندنا هنا؟ هذا العظم هو الميتاكاربل، ده تشوفوا طلاب عيني هو محدب مقعر. وين تعاشق؟ ويا الترابيزيوم اللي هو شكله مثل ظهر الخيل، ده تشوفون مثل ظهر الخيل. هاي انتم المصطلحات مالت العظام بعدكم ما ماخذيها، ان شاء الله نبدي ناخذها. إذا هذا هو الشكل، عظمة تكون كونكيف كونفكس تعاشقت ويا عظمة تشبه الهورس باك. إليبسويد جوينت، إليبسويد جوينت طلاب التزحلقي، يعني تزحلق الحركة تزحلقية. شكل العظام واحد من عندهم يكون أيضا كونكيف والآخر كونفكس، واحد من عندهم لتشوفوا عيني كونفكس articular which fit ويا الكونكيف articular surface. الموفمنت flexion extension abduction adduction can take place but rotation is impossible, rotation is impossible. مثل الريست جوينت، مفصل الرسغ مالتنا ما نقدر نفل الرسغ نسوي له روتيشن، فقط ادكشن ادكشن فليكشن اكستنشن. ليش؟ لانه اليبسويد حركه تزحلق، حركه تزحلق. بايفوت جوينت، البايفوت جوينت هنا أنا المفصل، شنو معنى البايفوت جوينت؟ لازم يكون عندي سطحين، احنا بكل الجوينتس طلاب سطحين قلنا، لان الجوينت هو عبارة عن التحام او المفصل يتكون من التحام سطحين تمفصليين المن لعظمتين. فبما انه انا دا اقول جوينت فلازم هي عظمتين بس تختلف الاشكال. هنا بالبايفوت جوينت شون
شكل العظام التمافصلية. واحد من عندهم يحتوي على نتوء أو بروز عظمي يتعاشق مع سطح آخر يكون على شكل حلقة رينج. هاي الحلقة بطبيعتها عظمية غضروفية، عظمية غضروفية. يعني هسه عندي الأطلس والأكزس اللي هي عظمتي اللي هي المحور الموجودة تحت الجمجمة، الأطلس والأكزس. هاي العظمتين هنا طلاب تعاشقت فيما بينها. هذا البن دخل بالارتيكولار رينج، سوالي المفصل اللي يدعى بالاتلانتو اكزيال جوينت. اتلانتو اكزيال جوينت هنا هذا هو الشكل اللي تشوفون هنا الاكزز هنا بهذا. وين المؤشر طلاب؟ موجودة البن دخلت بالاطلس رينج، اطلس رينج، فسوت لي المفصل اللي يدعى بالاتلانتو اكزيال رينج. هنا شلون راح تكون الحركة؟ فقط روتيشن روتيشن، يعني اني راسي افره يمنى يسرى يمنى يسرى، صح لو غلط؟ لا صح. صح زين. هنا أنا هذا الشكل يوضح لي اشكال، يعني توضح لي للاسطح التمفصليه. هذا البلان، هذا البايفوت اللي قلنا لازم اكو نتو يدخل بيت رينج. الهانج قلنا مثل الباب دور لوك. السدل لازم يكون اكو عظم تمفصلي يشبه ظهر الحصان يتمفصل عليه كونكيف ارتكولار سيرفيس. الابسويد تشوفوا طلاب كأنه نقول تزحلقي، يكون كونكيف with كونفكس articular سيرفيس، يشبه تقريبا قلنا البول اند سوكلت، بول اند سوكلت، لكن الحركات تختلف طلاب. البول ده تشوفون هذا البول هيد with كونكيف articular سيرفيس. هذا هنا أنا رابط طلاب لمحاضرة هي توضيحية على اليوتيوب، يعني عجبتني لأنه كلش موضح لكم الشرح بشكل يعني حيل واضح، فأتمنى تشوفوه طلاب حتى هاي الصور والكلام يكون عندكم راسخ أكثر من تبدون يعني تدخلون على هذا التسجيل. أكو سؤال عيني ما واضح بالنسبة للمادة؟ طبعا أي شيء طلاب إن شاء الله على الأسبوع الأسابيع القادمة حضور كويز إلى آخره، كل على الصف الإلكتروني وبالإيميل الجامعي. أي رابط ما أنزل طلاب، وأي واحد يدخل ما عنده رابط العفو إيميل جامعي ترى ما يدخل، لأنه هذا كورس ثاني. فأتمنى إنه تدخلون بالإيميلات الجامعية. هسه أنا راح أنزل لكم قائمة الحضور، تو جروب سيمو طلاب عيني. يا دكتورة أي عيني، هسه راح تنزل استمارة الحضور حتى تسجلون عيني حضوركم، واللي عنده سؤال خليه يسأل عيني، عندنا بعد ربع ساعة. طلاب عيني بالنسبة للكويز إن شاء الله إحنا الأسبوع اللاخ عندنا كويز بهاي المادة، بهاي المادة عندنا كويز. أنا ذكرت يعني للجروب اللي قبلكم، في حال المحاضرة مثلا كانت طويلة وأخذت من وقتنا فالكويز نتفق عليه بوقت آخر، بس إن شاء الله يعني أحاول إنه يكون ضمن المحاضرة مالتكم. الكويز عشر دكتورة وين دقائق نزل؟ رابط يعني الحضور على وين نزل؟ الكلاس روم. لا ماكو رابط على الكلاس روم.
كلها على كلاس روم عيني. تمام عيني. فبالنسبة للكويز، في حال يعني أدركنا الوقت نحدد عود موعد